رحمته وبركته من الآن وللأبد أمين. النهاردة يا أحبائي الحد الرابع من شهر مشير، والنهاردة زي ما سمعنا كانت حكاية زكا. كانت إيه زكا؟ الإنجيل عن طريق عن زكا. زكا يا أحبائي زي ما هو مكتوب النهاردة في الإنجيل رئيس العشرين. كان الرومان بيهاير أو بيعينوا ناس يهود عشان يلموا الجزية أو الضرائب من الشعب اليهودي. فهو زكا ده كان رئيس للناس دي، وكان طبعا شخصية مهمة لأن هو كان رئيس للعشرين، زي مثلا لما نقول إن هو رئيس الIRS مثلا بتاع الضرائب هنا في أمريكا. بس كانت مشكلة العشرين إن هم بيلموا الفلوس، كانوا بياخدوا فلوس زيادة عن الحاجات المستحقة. عشان كده اليهود كانوا بيكرهوا العشرين، وكان دايما يجي اسمهم ملتصق بالخطاة. الخطاة اللي هم دايما لما بيذكر الإنجيل، الخطاة اللي هم الزناة في الإنجيل، يقول إيه لما السيد المسيح يقول لك إيه ماله إن هو بيقعد مع العشرين والخطاة. فكانوا مكروهين من اليهود لأن هم بياخدوا فلوس زيادة، وبيكبروا طبعا معهم سلطان من الرومان إن هم يلموا ضرائب، فهم معهم السلطان وممكن يحبسوا أي حد. الحقيقة إن احنا نبص في شخصية زكا نلاقي إن هو من بره شكله كويس، من بره عنده منصب، من بره معاه فلوس كتير، المفروض إن هو يكون مبسوط. لكن هنكتشف إن احنا في شخصية زكا إن هو ما عندوش سلام. هنتعلم أربع دروس دلوقتي نستفادهم من زكا، قصة زكا النهاردة. أول درس هنتعلمه النهاردة إن الفلوس أو المال والشهوات مش هتشبعك ومش هتديك السلام. المال والشهوات مش هتشبعك ومش هتديك السلام. زي ما قلنا إن زكا كان في بوزيشن كويس ورئيس عشرين، المفروض إن هو يكون مبسوط ومعاه فلوس كتيرة وغني. حتى الإنجيل النهاردة يوسف يقول إن هو كان غنيا، لكن من جوه ما فيش سلام. من جوه أنا في حاجة نقصاني، من جوه في حاجة نقصاني. زي الشاب الغني بالظبط، الشاب الغني اللي جه السيد المسيح، ما هو إنسان برضو غني، كان شاب وصغير وغني، لكن من جوه في حاجة نقصاني. عشان كده جه السيد المسيح وقال له أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ في ناس كتيرة يا أحبائي بتتخيل إن أنا لو معايا فلوس كتير هيكون عندي سلام وأكون ساتيسفايد مبسوط وكل الأمور هتمشي كويسة، ودي مقولة غلط. والشيطان بيضحك علينا كلنا إن إحنا بنفضل نجري ورا الفلوس، بنفكر إن الفلوس دي هي مصدر الشبع، وإن إحنا هنستريح لما يكون عندي حساب في البنك ولا حاجة زي كده. لكن للأسف دي أضحوكة بيضحك بيها علينا الشيطان. صدقوني يا أحبائي ياما دخلت بيوت كبيرة لكن من جوه ما فيش سلام. تخش كده تلاقي إن قلبك ينقبض أول ما بتخش البيت. طب المنظر حلو والشكل حلو لكن ما فيش سلام. ياما ناس تكون في الحساب البنك بتاعها ألوفات، ممكن ملايين كمان، لكن هل في سلام في قلوبهم؟ لا، ما فيش سلام في قلوبهم. المال يا أحبائي والشهوات برضو، في ناس كتيرة تقول لك أنا لو عشت في حريتي هشبع وهكون having fun. زي الابن الضال، الابن الضال قال لك إيه؟ أنا خليني بعيد عن بيت أبويا وأروح مع أصحابي having fun مع أصحابي والكلام ده. برضو ده مش هيديك السلام. هتلف وتحس إن أنت من جوه فاضي، من جوه فاضي. المرأة السامرية أحبائي جوزت أول واحد بتدور على الشبع وبتدور على إن هي satisfied her needs، لكن ما نفعش أول واحد، التاني، التالت، الرابع، الخامس، وبعد كده عايشة آخر واحد السادس مش متجوزة. عمر ما المال ولا الشهوات هتديك السلام. دي أول نقطة. أوعى تجري ولا الفلوس وتفكر ان هي هتريحك. يقول لك انا هريح بعمل كده عشان اولادي
وعشان المستقبل والحاجات اللي زي كده. اتحوكة من الشيطان، اتحوكة من الشيطان. عشان كده النهاردة نسمع عن زكا يقول ايه، أراد أن يرى يسوع. أنا نفسي أشوف المسيح اللي بيقولوا عليه إن هو محب للعشرين والخطاة وبيدي السلام. دي أول حاجة. يبقى أول حاجة إن المال والشهوات مش هتشبعك ولا تعطيك السلام، أول درس. تاني درس، تغلب على العقبات لكي ترى المسيح. تغلب على عقبات لكي ترى المسيح. زكا عشان يشوف السيد المسيح ما كانش الطريق قدامه سهل، ما كانش قدامه سهل. زكا كان قصير، كان مكروه من الناس، هيشوف ازاي السيد المسيح؟ في ناس كتيره تقول لك ايه، اي ام شورت، انا ما عنديش التالنت يا ابونا زي الناس التانيين، انا مش انسان روحاني، انا ما اعرفش اخدم. ومين فينا يعرف يخدم يعني؟ مين فينا يعرف يخدم؟ ما حدش يعرف يخدم، لكن ربنا بيختار وبيدي النعمه لما بيختار. يقول لك انا ما اقدرش اروح مثلا الكنيسه، انا مش محفظ الحان، ولا يقول لك واحد يقول لك ايه، اصل انا وقتي ضيق، I am short in time، short in time، ما عنديش وقت. ما عندكش وقت، لكن زكا قدر يتغلب على الشورتج، او ان هو كان قصير القامه وطلع وعمل مجهود عشان يشوف السيد المسيح. تقدر تتغلب على الوقت القصير بتاعك وتجبر نفسك ان انت تيجي الكنيسة وتصلي عشان تشوف المسيح، ولا السيد المسيح مش عايز تشوفه؟ زكا كان من جوه قلبه نفسه يشوف السيد المسيح. عقبة تانية كانت الناس قدام زكا، قدام زكا كانت الناس. الناس كانت بتكرهه، محدش، يعني هو قصير وعايز يشوف المسيح وزحمة، والسيد المسيح ماشي وزحمة، طب حد يطلعه قدام عشان هو قصير؟ لا، كل واحد يزق ورا، يزق ورا. ودي صدقوني يا احبائي احنا كلنا بنشعر بيها. ممكن تلاقي حتى في الاسره في ناس تزقك لورا، مش عايزه توديك توريك السيد المسيح. في نفس الاسره ممكن الزوج يزعق لمراته ان هي ما تجيش الكنيسه، او يتحجج بحاجه، او في ناس كتيره من حوالينا تعطلنا ان احنا نروح الكنيسه. تبقى انت نفسك تشوف السيد المسيح، نفسك تروح تتناول وتصلي، وتلاقي في عكننة حصلت في البيت وزعل، حتى ان انت كنت هتقف تصلي مش قادر تقف تصلي. الناس اللي حوالينا ممكن يكون ناس جوه الكنيسة نفسهم، ممكن يكون خادم او خادم اعصروا حد، او يعني تكلموا مع حد بطريقة مش مظبوطة، فتلاقي ان ايه، خد موقف، أو شماس مثلا زعق في شماس صغير فخد موقف الولد وما بقيش يجي الكنيسة، بالرغم إن هو عنده اشتياقات إن الولد بس مش عايز يروح الكنيسة بسبب فلان في الكنيسة. عشان كده لازم نخلي بالنا من الموضوع ده، لألا نعسر أحد هؤلاء الصغار وخاصة الشمامسة. فدي مهمة الموضوع ده. ففي ناس حوالينا ممكن تخلينا إن احنا تأخرنا إن احنا نشوف المسيح. لكن زكا برضو ايه، مصر ان هو يشوف المسيح. هم يعطلوني، هم يزقوني، هم يخلوني من ورا، انا لازم هشوف المسيح، هشوف المسيح. هتعمل ايه يا زكا؟ هطلع فوق الشجرة. والمعطل الثالث هي الذات، هي الذات. كان ممكن زكا وهو بيطلع الشجرة يقول ايه، الناس يا ترى هتقول عليا ايه، يا ترى الناس هتقول عليا ايه وانا كده فوق متعلق في الشجرة، اكيد هيضحكوا عليا. لكن زكا ما فرقش معاه كلام الناس هيقولوا ايه. في ناس كتيرة بتخاف من كلام الناس، يا ترى هيقولوا عليا ايه، وده شكل حد يروح الكنيسة بعد ما كنت عايش بعيد. المرأة الخاطئة يا احبائي لما دخلت بيت سمعان، ده سمعان فريسي، ده راجل يعني بتاع يعرف الناموس كويس، مهماش كلام الفريس، وعارفه ان البيت مليان من الفريسيين،
لاني سمعان فريسي ضاع اصدقائه، وسمعان عمال يبص لها بنظره شديده القساوه شديده القساوه، ويقول لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المراه وما حالها انها خاطئه شديده القساوه. لكن المراه الحقيقه كانت مركزه ان هي تقابل المسيح. نفس الحكايه مع زكا. زكا ما هموش كلام الناس، الناس تقول عليا زي ما بتقول، هيضحكوا عليا يضحكوا عليا، المهم ان انا اشوف المسيح. ده كل غرضي، كل غرض المراه الخاطئه ان هي تقعد تحت رجلين المسيح وتعيط وتطلع على اللي في قلبها. ده غرض المراه وزكا. يبقى تاني حاجه، ما تخليش العواقب تعطلك عن المسيح. ممكن تكون العاقبه انت تقول ان انا ايه، ما عنديش وقت، ما العيلة مش مخليين ان انا حتى اجي الكنيسة، او اصحابي او منظري. كل ده زكا تغلب عليه عشان يشوف المسيح. تالت درس نتعلمه النهاردة ان الله قادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. الله قادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. كانت أمنية زكا يا أحبائي إن هو يشوف المسيح. ده لو شاف المسيح تبقى هي دي كل طلبته. لكن عجيبا يا أحبائي إن السيد المسيح يفضل يمشي يمشي ويقف تحت إيه؟ الشجرة. دي مش بس يقف تحت الشجرة، يبص لفوق لزكا ويقول له يا زكا انزل. يا انت عارفني؟ اه انا عارفك. دي مش بس كده يا احبائي، يقعد معاه يقول له اليوم ينبغي ان امكث في بيتك. القادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. احيانا احنا يا احبائي بنحط حدود لربنا. هو ربنا يقدر يشفي؟ ربنا يقدر يغير الموضوع ده؟ ربنا ممكن يغير الشخصية الصعبة دي؟ هل ممكن ربنا يخش ويتدخل في المشكلة ويحلها؟ آه ممكن، ممكن. وعشان كده ربنا شاف أمانة زكا وابتدى ربنا يتدخل. كان زكا فعلا من قلبه نفسي أشوف المسيح. في واحد يقول لك أنا نفسي أشوف المسيح وربنا يسهل، وفي واحد يعمل مجهود عشان يطلع ويبص والكلام ده. ربنا بيبص على المجهود ده. عشان كده السيد المسيح وقف تحت الشجرة ونادى عليه. أحيانا كتير زي ما بقول إن احنا بنفكر إن ربنا ما يقدرش، لكن معلمنا بولس الرسول بيقول القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. بحسب القوة التي تعمل فينا. وأحيانا كتير الشيطان يقول لك هو ربنا هيقبلك بالشكل ده؟ أنت منظرك كده وريحتك مش حلوة. وتحط في بالك أو يحط الشيطان في بالك أو يخيل ليك إن ربنا ده مش هيقبلك. الابن الضال يا أحبائي لما رجع كل تخيله إن هو بس أروح وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك واجعلني كأحد أجرائك، أنا كل اللي أنا بطمح فيه إن أنت تخليني واحد من خدامك. ده كل أمنيتي، كل الأمنية اللي أنا بتمناها إن أنت تاخدني البيت عندك وتشغلني كواحد من خدام. لكن يفاجأ الابن الضال، رد فعل أبوه مختلف تماما، أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. أبوه يشوفهم بعيد، أبوه هو اللي يجري عليه يغضب الحضن ويلبسه الخاتم والصندل وهاتوا الروب واذبحوا العجل المسمن. أكثر جدا. كل كانت أمنية الابن الضال إن هو يشتغل خدام عند أبوه، وأبوه يقول لا 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 أنت ابني. ربنا يا أحبائي بيحبنا كتير،
بيتخيل لينا ان ربنا صعب، هيعاملنا بطريقة سيئة. المرأة التي أمسكت في ذات الفعل والناس كلها حواليها جاية وماسكة الطوب دي، خلاص هترجم، كل الناس جاية. كل ما تتخيله هذه المرأة إن هي هتموت في هذه اللحظة. لو سألتها إيه شعورك دلوقتي؟ أنا هموت دلوقتي، هموت، ده أنا اتمسكت في الخطية واللي حواليا كلهم من الفريسيين وخلاص. لكن نبص إن السيد المسيح يبتدي ينحني ويكتب على الأرض لغاية ما الناس كلها مشيوا، فبيقول لك، يقول لها إيه؟ يا امرأة أين هؤلاء المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت لا أحد. فقال لها يسوع ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. إيه ده؟ غير متوقع تماما أن يحصل معها كده. وإحنا في حياتنا يا أحبائي بيحصل معانا كتير، تبقى تبص تلاقي أن الموضوع شكله مش هيتحل، أو في مشكلة مش هتتحل، وتلاقي أن اتحلت بطريقة غريبة وربنا دبر طريق وانت مش عارف ايه ازاي اتفتح الموضوع ده. كلنا عشنا بالتجارب دي، لو في كل واحد فكر في حياته هيلاقي ان نعمة ربنا قادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب ايه او نفتكر. كانت امنية زكا ان هو ايه؟ يشوف المسيح، دي كانت هي كل امنيته، كان هو طلبه بس يشوفه كده وهو معدي. لكن نبص السيد المسيح يقول له لا، انزل يا زكا، اليوم ينبغي ان انا اكون في بيتك. ربنا حنين يا احبائي، ربنا محب على الاخر. اخر درس عشان الوقت، التوبة الحقيقية معناها هي تنظيف القلب والبيت. التوبة الحقيقية معناها ان هي ايه؟ تنظيف القلب والبيت. زكا لما شاف محبة ربنا، ايه ده؟ وانا مين؟ انا انت ما تعرفنيش، انا مكروه. لا لا، انا جاي عندك النهارده. فقدم توبة وقال، وقف زكا وقال، ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين، وان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف. توبة حقيقية وتنظيف لكل ما في البيت، تنظيف كل ما في البيت. يا ترى دلوقتي لو سألتك سؤال، تقدر تنظف قلبك وتنظف البيت من كل حاجة وحشة فيه؟ تقدر تقول ان انا هرد اربعة اضعاف لكل من ظلمته؟ كل ما سرقت هرد اربعة اضعاف؟ الفلوس اللي أنا خدتها بظلم مش حقي هردها أربعة أضعاف؟ زكا عملها وقال أنا هرد أربعة أضعاف. تقدر ولا صعبة؟ تقدر ترد أربعة أضعاف الفلوس اللي ظلمت فيها ربنا وظلمت حق ربنا وظلمت الفقراء، ولا تقول ده صعب؟ تقول لي يعني ايه اظلم ربنا؟ تظلم ربنا زي ما قال في ملاخي، بيقول ايه؟ أيسلب الانسان الله فانكم سلبتموني. يسلب يعني سرقتوني، يعني سرقتوني. فقلتم بماذا سلبناك؟ في العشور والتقدمه. يبقى كل انت لما بتدفعش العشور بتاعتك انت ايه؟ بتسرق ربنا. لما تقول الفلوس مش مكفيه انت برضو بتاخد حق ربنا. لما تشوف اخوك الفقير ما ترضاش تعطف عليه، انت سرقت حق ربنا. تقدر ترده اربعة اضعاف ولا تقول صعب؟ ايه رأيكم؟ اقول لكم زكا النهاردة عملها قرار صارم، عشان كده ربنا قال له ايه؟ اليوم حصل خلاص لهذا البيت، قرار صارم، هرد كل واحد ظلمته أربعة أضعاف هرده.
ولا الإنسان لما يسمع الكلام ده يقول لي الكلام ده صعب، زي الشاب الغني ويقول إيه مضى حزينا. هل أنا هو الشاب الغني اللي ما سمعناش عنه على فكرة حاجة تاني بعد كده؟ مضى حزينا لأنه ده كان أموال كثيرة، ما قدرش، بيحب الفلوس جامد ما قدرش. تقدر ترد كل كلمة يعني كلمتها على حد بطريقة سيئة، أو شتمت حد، أو قلت عليه كلام وحش، ترد 4 أضعاف بكلام حلو؟ تقدر؟ ما ده ظلم، ظلمت إنسان قدامك واتكلمت بطريقة جارحة، إذا كان مراتك، إذا كان زوجك، إذا كان، تقدر ترد 4 أضعاف بكلام حلو ولا تقولي الكلام ده صعب؟ قرار التوبة يا أحبائي قرار، عايز قرار صارم. لو بتعامل حد بطريقة وحشة تقدر تروح تكلمه وتديله كلام حلو، تبتدي تتكلم معاه إن كلام حلو، أرده 4 أضعاف. كنت ظلمت حد، كلمت على حد بطريقة وحشة، عملت حد معاملة وحشة، أنا هرده 4 أضعاف. تقدر تعمل كده ولا تقولي الكلام ده صعب؟ تقدر كل خطية تعملها تقدم 4 مرات توبة مطنيات ولا تقولي الكلام ده صعب؟ تقولي الكلام ده صعب. زكا يا أحبائي كان صارم وأمين في توبته، وكان عايز ينظف، عايز أنظف قلبي من الخطايا ومحبة المال. بس أنت كده يا زكا كل فلوسك راحت، انت هتبقى كده على كده فقير. قال لك انا هدي نص اموالي للفقراء، وان كنت وشيت باحد ارده 4 اضعاف، مش مشكله. عشان كده السيد المسيح قال لك ايه؟ اليوم حصل خلاص لهذا البيت. ونسمع عن زكا بعد كده يا احبائي ان هو ساب كل حاجه، ويقال ان هو كان احد 70 رسولا، وبعد كده رسم أسقف على مدينة قيصرية. ده الإنسان يا أحبائي اللي بيحب ربنا وبياخد قرار التوبة. قرار التوبة أحيانا يتطلب إن أنت تقطع كل حاجة ماسكاك، ممكن تكون خطية أو شهوة أو محبة مال، أو ممكن تكون ذات أنا مش راضي أعتذر عشان ذاتي من جوه كبيرة. تقدر تحطها تحت وترجع 4 أضعاف الحاجات اللي عملتها غلط، ولا تقول إن الكلام ده صعب وتمضي حزين، تمضي حزين زي الشاب الغني؟ ما أجمل هي توبة زكا اليوم يا أحبائي، ما أجمل محبة الله إن هو بيبص إزاي الشخص اللي بيدور عليه دايما تلاقيه جنبيه. كل إنسان نفسه يرى يسوع هتلاقي المسيح قريب منه ويناديه باسمه. ربنا يا أحباء يعطينا توبة زكا، له كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد، آمين.